خلينا نروح لباقي المجموعات. عندنا اسبانيا المانيا، والمانيا كويس انهم خسروا الماتش الاولاني من اليابان، كنت بشجعهم وبطلت. بكلمكم بجد والله، انا كنت بشجع المانيا لكن بطلت اشجع المانيا من ساعه ما عملوا الحركه السخيفه اللي عملوها بصراحه يوم مباراتهم امام اليابان، وربنا كرم والمنتخب الياباني تفوق 2-1. لانه زي ما بقول لكم يعني ما ينفعش في منتخبات كده بتخلي حتى لو في جمهور بيحبها انه يبطل يشجعهم. انا من الناس اللي بطلت اشجع المنتخب الالماني بصراحه من يوم مباراه اليابان، اول ما راحوا عملوا مش عارف ايه وحطوا مش عارف ايه، لسه دكتور طارق بيقول لي الشعار على الشوز بتاعهم والشاره تحت التيشيرت بتاع نوير يعني عشان ما تبانش يحطوها في الحذاء بتاعهم. هذه اللي بيكلمك على اخلاقيات والحقوق والحريات والحاجات، حاجه مش في قوانين لدول، في قوانين لدول قال لك لا بنكسر عرض الحائط بهذه القوانين. حتى وزيرة المجموعه اللي فيها المنتخب الالماني اللي هي اسبانيا المانيا كوستاريكا اليابان. طيب في البدايه كده انا عايز بس احيي حضرتك على تنبؤك المره اللي فاتت واحنا بنتكلم على المجموعه دي، ان اليابان حضرتك يعني قلت ان اليابان لا منتخب كويس، لا منتخب ممكن يعمل حاجه، رغم ان هو يعني كنا بنتكلم ان اليابان هتقابل المانيا كنت بقول لا مستحيل يعني فين، حضرتك قلت لا برضو اليابان عندهم امكانيات وان هو منتخب كويس. فطبعا انا بحيي حضرتك على تنبؤك للموقف ده يعني او للماتش ده. اليابان فعلا طبعا انا يعني اتمنى انا طبعا واكيد كل العرب وزي ما حضرتك بتتكلم كده ان المانيا ما تكملش في البطوله، وان شاء الله اسبانيا تبقى قادره انها يعني تتخطى يعني الماتش اللي جاي. وكنا شفنا في تصريحات جوزيه مورينيو كان بيتكلم بيسالوه على ماتش اليابان والمانيا، قال لهم انا يعني ما صدفتش الحظ يعني ما صدفنيش ان انا اتفرج على الماتش، لكن انا ما اتفاجئتش لان العقليه بتاعت اللعيبه بتوع اسيا مختلفه تماما عن لعيبه اوروبا. لعيبه اوروبا بقى عندهم جزء من الغرور وهم دايما بيلعبوا الكوره كنوع من انواع اثبات الذات لنفسهم، حاجه فرديه بيتعالوا فعلا. لكن لعيبه اسيا هم ما فيش في دماغهم اي حاجه، العقليه بتاعتهم ان احنا بنلعب عشان الفريق، بنلعب كوره حبا في الكوره وحبا في الفريق. وده اللي بيميزهم، وساعتها استشهد بانه من حظه ان هو ضرب واحد من افضل اللعيبه الاسيويه اللي هو سون طبعا لاعب كوريا. ففعلا منتخب اليابان عقليه يعني تحترم. الماتش اللي احنا شفناه قدام المانيا ان شاء الله اسبانيا تتخطى كمان المانيا، حتى مش ان هو يعني نقول ان يبقى لسه ليها فرصه، لا يعني تتخطاها، علشان لان لو المانيا كسبت اسبانيا يبقى كده ثلاث فرق بقى يبقى كلهم معاهم ست نقط وندخل بقى للحسبه المعقده. فان شاء الله المانيا يعني بعدم احترامهم للقوانين، حتى الوزيره اللي هي داخليه او خارجيه حتى يعني داخله مخبيه الشعار تحت الجاكيت، يعني طب ليه؟ هل المفروض انتوا كده بتحترموا القانون؟ طب انت المفروض يعني قدوه للناس، نروح نحترم احنا القانون ازاي بقى بالشكل ده يعني. ومنزله طبعا على السوشيال ميديا وكاتبه بقى الشعار بتاعهم ومشاوره على الشعار من المدرجات، يعني كانها بتفتخر انها يعني انها تحدث القوانين انها طبعا. فلا يعني ان شاء الله منتخب المانيا يعني خلاص بقى الواحد فعلا مش قادر ان هو يعني منهم نهائي خالص نهائي فعلا. محسن، البرازيل صربيا سويسرا الكاميرون،